معنى ان حمدي فتحي وحسين الشحات اقرب جدا للانتقال للدوري القطري والدوري الاماراتي، هل الاثنين هيكونوا مؤثرين جدا على النادي الاهلي في حال خروجهم؟ انا بشوف ان حسين الشحات هيكون مؤثر جدا على النادي الاهلي في حالة خروجه، لان ما بشوفش ليه اي بديل في النادي الاهلي سواء احمد عبد القادر او سواء طاهر محمد طاهر. يعني طاهر محمد طاهر ابعد ما يمكن ان هو يلعب وينج، الراجل ده الراجل 9.5 شادو سترايكر، الراجل تحت المهاجم في خطة 4-4-2 او 3-5-2، ودي خطة ما بتناسبش النادي الاهلي. فاعتقد طاهر محمد طاهر دوره صعب جدا مع النادي الاهلي، وده مش اللاعب اللي يعوض حسين الشحات. احمد عبد القادر لعيب كويس جدا، لكن لعيب بيعيبه الانانيه والراجل ماهوش جماعي خالص. وسامعين برضو ان احمد عبد القادر ممكن يحترف في الدوري الروسي. فانا بشوف ان حسين الشحات خروج مؤثر جدا عكس حمدي فتحي اللي بشوف ان هو ممكن يتعوض كتير قوي ببوبو، لان احنا شايفين ان حمدي فتحي اقرب للعب اللي يعني بيلعب من خط وسط مهاجم. الراجل الكولر بيعتمد عليه ان هو يبقى مهاجم تاني، كهربا بيفضله المساحات وبيطلع وهو مش متراقب وتلاقيه بيزيد وبيجيب جوان. فبشوف ان الكلام ده لو اتعمل مع بوبو لعيب فيوتشر، بشوف ان هو لعيب واعي جدا ولعيب ممكن يكون يعني مؤثر مع النادي الاهلي. فبشوف ان غياب او رحيل حسين الشحات هيكون مؤثر اكتر من حمدي فتحي، واتمنى للاتنين التوفيق والنادي الاهلي ما بيقفش على اي لاعب.